مشاهدينا ومرحبا بكم معنا في شوف الطقس على شوف تي في، واللي غادي نبداوها من طنجه، بحيث غتروح فيها درجه الحراره بين 20 و33 درجه. الرباط غتروح فيها درجه الحراره بين 19 و28 درجه. وجده غتروح فيها درجه الحراره بين 22 و32 درجه. فاس غتروح فيها درجه الحراره بين 17 و35 درجه. الدار البيضاء غتروح فيها درجة الحرارة بين 20 و26 درجة. مراكش غتروح فيها درجة الحرارة بين 18 و38 درجة. أكادير غتروح فيها درجة الحرارة بين 16 و26 درجة. وغادي نختموا معكم من تازة اللي غتروح فيها درجة الحرارة بين 17 و35 درجة. وبهذا كنكونوا وصلنا لنهاية شوف طقس نهار اليوم، موعد جديد كنضربوا لكم غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.